تنفذ المهام شبه المستحيلة، وتقصف الأهداف بأعلى دقة، وتختفي عن أكثر الرادارات تقدماً. إنها المقاتلة F-35 التي أعادها القصف الإسرائيلي على الحديدة في اليمن إلى الواجهة خلال هجمات على الحوثيين أسفرت عن حريق هائل وقتلى وجرحى، وتمت عبر 12 مقاتلة من F-35. المقاتلة F-35 سبق واستخدمتها إسرائيل في 2018 في عمليات قتالية لضرب أهداف إيرانية في سوريا، وكانت المرة الأولى التي تدخل المعارك، كما استخدمتها أمريكا لأول مرة في عمليات قتالية في أفغانستان في سبتمبر 2018، وهي المقاتلة نفسها التي سبق واستهدفت عبرها إسرائيل منظومة رادار الدفاع الجوي المكلفة بحماية منشأة نطنز النووية في إيران. F-35 تم تطويرها بواسطة شركة لوكهيد مارتن لصالح الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، وقدرتها المتقدمة جعلتها واحدة من الطائرات الأكثر تطوراً في العالم. الطائرة ذات مقعد واحد وتحتوي على نظام استشعار متكامل يسمح بتحديد الأهداف وتتبعها بكفاءة. تم تصميمها لتكون قادرة على تنفيذ مهام متعددة، منها القصف التكتيكي والاستطلاع والحرب الإلكترونية، ويمكنها الوصول إلى أهداف بعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود جواً بشكل متكرر. تمتلك قدرة عالية على التواصل مع الطائرات الأخرى والأنظمة الأرضية، ويمكنها حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما في ذلك القنابل والصواريخ الموجهة، وهو ما جعل العديد من الدول تسعى لامتلاكها لتعزيز قدراتها العسكرية والجوية، ومنها اليونان وقطر وإسبانيا ورومانيا لتعزيز قدراتها العسكرية. مقاتلات F-35 تمتلكها عدة دول أخرى، على رأسها أمريكا الدولة المصنعة وبريطانيا الشريك الرئيسي في برنامج F-35، وإيطاليا وهولندا وكندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبلجيكا وبولندا وفنلندا. أما سعر المقاتلة F-35 فيتراوح بين 80 مليوناً إلى 150 مليون دولار حسب التجهيزات الخاصة بها. ورغم قدرتها المذهلة إلا أن F-35 واجهت عدة حوادث ومشكلات فنية أثرت على سمعتها، منها مشكلات في البرامج المتعلقة بالاستشعار وإدارة البيانات، بالإضافة إلى حوادث تحطم بسبب مشكلات فنية أو بشرية أشهرها حدثت في 2018 بتحطم طائرة F-35 خلال تدريب في الولايات المتحدة بسبب خلل في أنظمة الوقود وتحطم أخرى في كالورينا الجنوبية العام الماضي. تكاليف الصيانة المرتفعة أيضاً كانت من أكثر المشكلات التي واجهت الدول التي تمتلك تلك الطائرة، بالإضافة إلى نقص قطع الغيار. ورغم ذلك تظل F-35 واحدة من الطائرات الأكثر تقدماً في العالم بفضل قدراتها الفارقة.